الأمنية اللي أنت تمنيتها وحققتها وقدرت تحققها؟ أني أعيش في خير وسلامة بهالبلد بس. شغلي، مستقبلي، يعني كأي شخص عادي. يعني واحد بيأسس حاله، بيأمن مستقبله، شفت أنا الوضع اللي عم نعيشه بالبلد يعني، شفت عينا. الحمد لله. والله هيك بالتمثيل. التمثيل. إيه. حلو. سعيت لأنك تحققها. هلا والله يعني عم نسعى يعني، بس الظروف ما عم تسمح بنوب يعني. نعيش بسلام بس. هلا على الصعيد الشخصي، الإنسان من وقت بيخلق هالفطرة الإنسانية سبحان الله لوقت بيموت وهو عنده أمانة بيتمنى يحققها كلها. هلا بعض منا بيتحقق وبعض منا ما بيتحقق، ما كل ما يدركه المرء، ما كل ما يشتهي المرء يدركه. كانت عندي أهم شغلة إنه كنت بحب التصوير كتير، تصوير فوتوغرافي وما فوتوغرافي، هاي الشغلة حققتها وعم بشتغل فيها الحمد لله. نحلم نطمح يصير في عنا أمل لنعيش لبكرة، إذا ما في أمل ما رح نعيش، بنحط على هذا الأساس خلص إن شاء الله بكرة أحسن، في أمل بكرة أحسن. يعني احنا مثلا تمنينا مثلا نجيب انه شغله او نساوي شغله او نشتري شغله او نوصل لشغله، الظروف اللي عايشينها ما عم تسمح لنا، يعني احنا كشباب ما عم تسمح لنا انه يعني نوصل اللي بدنا اياه او نتمنى مثل ما بدنا وكل شيء نتمناه يتحقق. انه لا عندي امل وليش للظروف تحكمني، مع انه صعبه بعرف انه صعبه، بس لا ان شاء الله بنكون نحن اقوى منها ان شاء الله باذن الله، لانه بنحب الحياه. يعني هي الايجابيه كمان الواحد تحسن نفسيته عليها، اما اكتئاب بنموت. لانه الانسان قادر انه بطبيعته قادر انه يتغلب عليها، يعني عندك عالم كثير مثلا على مجال الدراسه كان وضعه تحت الصفر، بس بتصميمه بضل الانسان بتصميمه وبيقهر المستحيل.